أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل أيام قليلة أصدر الخبير الأمني الفرنسي برنارد جاكي تقرير حول الأوضاع الأمنية في مصر، أكد في هذا التقرير أن البلاد آمنة تماما خصوصا في المناطق السياحية، ودعا بلاده إلى رفع حظر السفر إلى مصر، وأكد أيضا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين السائحين من حيث وجود نقطة للشرطة بمختلف الطرق ووجود شرطة بالفنادق السياحية، وأن جميع الشواطئ مؤمنة تماما. كما أشادت أيضا قناة فوكس نيوز الأمريكية بالحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم السياحة في البلاد، ونقلت القناة تصريحات لرئيس شركة جنرال تورز للسياحة الأمريكية. الرجل أوصى السياح بزيارة مصر في السياق نفسه. أكدت أيضا صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية أن مصر والدول الأوروبية وصفوا سيناء بالهادئة في الوقت الحالي، وأوضحوا أن سيناء تستعد للموسم السياحي، وكذلك ما زالت القوات المسلحة توجه ضرباتها الناجحة ضد عناصر التكفير والإرهاب في سيناء. هذه التقارير والتصريحات بتأتي قبل أقل من أسبوع من انتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال داخل البلاد. فهل يعتبر ذلك كافيا لبعث الطمأنينة في نفوس المصريين؟ سؤال سوف يجيب عليه ضيفنا في الاستوديو اللواء حمدي سرحان مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك فندم مساعد. التقرير الفرنسي وأيضا التصريحات والتقارير الأمريكية كانت تتحدث خصوصا عن المناطق السياحية، فهل ما ينطبق على المناطق السياحية يعني يخصها هي وحدها دون كافة محافظات الجمهورية؟ لا، هو الأمر بينسحب على جميع مناطق الجمهورية فيما بعض الاستثناءات البسيطة. طبعا كون أن تقرير يصدر عن خبير أجنبي وبيؤكد فيه أن المسألة فيها أمن مستقر ومستتب، يعني يشجع على أن السياح يترددوا كالعادة، أعتقد أنه هنا بيعملش مصر. هو الراجل بيقول تقرير موضوعي نتيجة لمتابعات دقيقة، وأي بادرة خطر هما بيستشعروها، هما بيبقوا حريصين على ارواح مواطنيهم، وبالتالي لو في اي بادره خطر هما بيحذروا. صحيح. تابعنا احنا خلال الاسابيع القليله اللي فاتت ان في كثير من الدول رفعت الحظر عن السفر الى جمهوريه مصر. والمناطق السياحيه عندنا خصوصا الحمد لله بتتمتع بقدر عالي جدا من الامن والامان، وما فيهاش ما يثير القلق. القلق كله احنا بنتابع وعارفين ان هو في اماكن محدوده من سيناء، والقوات المسلحه بتقوم بجهد مشكور بقى لها فتره بالاشتراك مع قوات الشرطه في اجتثاث جذور الارهاب ان شاء الله تماما. فيما يتعلق بباقي مناطق الجمهوريه احنا بنتابع ان هناك محاولات من اتباع هذه الجماعه اللي انا بقول عليها انها جماعه ارهابيه وليست اي مسمى اخر، هم ان هم يحاولوا يثيروا القلق هنا وهناك، ولدرجه ان هم احيانا وكثيرا ما بيلجأوا الى ان هم مثلا يروحوا في منطقه ما يعملوا فيها نوع من الشغب او الاثاره، ثم ينتقلوا باقصى ما يمكن الى منطقه اخرى لاثاره وضع مماثل وهكذا، في محاوله يائسه منهم لايهام الاعلام الغربي بصفه خاصه او الشركات بمعنى ادق اللي هم متعاقدين معاها عشان تجمل صورتهم او ان هي تديهم نوع من الدعم. واحنا كلنا نعلم ان ودي حاجات معلنه ان التنظيم الدولي والعناصر الموجوده داخل القطر هنا تعاقدت مع بعض الشركات المتخصصه في رسم صوره معينه، ودي شيء معروف ومتداول، فهم بيحاولوا ان هم يعملوا حدث عشان يتم استغلاله خارجيا. المتابع للامور احنا طبعا احنا الاسبوع اللي فات على سبيل المثال تابعنا ان كان في محاكمه للرئيس المعزول، وهم كانوا اثاروا الدنيا واقاموها ولم يقعدوا، احنا هنعمل وهنسوي، ولكن الحمد لله لم يحدث شيء. الحمد لله. وقبليها وايام ايام التجمعات اللي كانت موجوده في رابعه وفي النهضه كان يقال ان احنا يوم السبت اللي جاي يحدث شيء ما، ثم يحدث باليوم التالي، يعني قصص وهميه، هم بيعيشوا في عالم افتراضي وبيرفضوا الواقع. نعم. طيب يعني احنا وقع عندنا في الداخل وليس في سيناء، سيناء يعني كان فيها بالفعل عمليات ارهابيه وعمليات بتستهدف قوات الجيش والشرطه هناك، ولكن ايضا في الداخل وقع عدد من هذه العمليات في الاسماعيليه في الشرقيه،
محاولة اغتيال وزير الداخلية، حادث كنيسة الوراق. طيب بعد رفع حظر التجول، ما هي استعدادات وزارة الداخلية خصوصا أنه حتى الآن لم يقبض على هذه العناصر التي نفذت هذه العمليات؟ هو بالنسبة للحوادث اللي حدثت بالفعل ولو حضرتك تفضلت بالإشارة إليها، ومنها حادث محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية وحادثة الوراق، احنا أمام تنظيم، وتنظيم كان بيخطط للوصول إلى السلطة عبر سنوات طويلة، وهو استخدم العنف في أكثر المراحل اللي كان مر بيها منذ نشأته في 28 حتى وقتنا الحالي. الأمور دانت لهم خلال الفترة اللي فاتت، وبعدين هم قدروا إن هم يحققوا الوصول إلى السلطة، وبعدين كانوا توهموا إن هم بصدد استكمال مشروعهم اللي هو بيروجوا له من زمان. ما حصلش الكلام ده، وهم طبعا لما حدث 30 يونيو والشعب المصري فرض ارادته هم فقدوا اتزانهم، ومش متصورين حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم مع بعض فيها دي ان اللي كانوا فيه خلال الفتره اللي فاتت راح وانقضى، مش قادرين يستوعبوه. هم بيعيشوا في حاله من الرفض للواقع، وبتخليهم ان هم يلجأوا الى اي اسلوب في محاوله اظهار ان لهم تواجد في الشارع. طبعا اي منصف هيتابع هيلاقي ان هذا التواجد تقلص الى درجه كبيره جدا، وان الامر حاليا اصبح قاصرا على مجموعه محدوده من انصارهم او من الناس اللي هي مقتنعه بفكرهم المتطرف. نعم، ولكن فيما يخص العناصر الارهابيه، وهناك جماعه تسمي نفسها انصار بيت المقدس، اعلنت في اكثر من مره انها مسؤوله عن عدد من الحوادث، منها محاوله اغتيال وزير الداخليه، ومنها حادث الوراق. اتصور يعني هذه الجماعه الى اين وصلت الامور معها، وهل تم التوصل الى اطراف يمكن ان تؤدي الى القبض على هذه العناصر؟ هو الصراع الدائر حاليا ما بين هذه العناصر الارهابيه او هذه المنظمات ايا كانت مسمياتها محسوم في صالح الدوله وفي صالح الشعب، والدليل مش من عندي انا، الدليل من واقع ما نقراه عبر سنوات طويله وعبر التاريخ، ومش من عندنا وفي دول اخرى. حضرتك تعلم والساده المشاهدين يعلموا ان هناك تنظيمات كانت موجوده في دول، في بريطانيا نفسها الجيش الجمهوري الايرلندي، وسمعنا عن منظمات متطرفه كانت موجوده في المانيا في سنه من السنوات، بدر ماينهوف والى اخره. هذه المنظمات كانت ليها افكار متطرفه وكانت بتسعى الى انها تحقق اغراض معينه ولكنها لم تنجح. بيبقى في نوع من الصراع، هم قد يستطيعوا ان هم يوجهوا بعض الضربات المؤثره لا ننكر هذا، ولكن على المدى الطويل، وانا اعتقد بالنسبه لنا احنا هيبقى خلال فتره وجيزه لن تتعدى شهور او اسابيع، المساله محسومه ان شاء الله باذن الله لصالح الشعب المصري. هيستطيعوا ان هم يوجهوا ضربه هنا او هناك، وارد وده شيء متوقع، ولكن هناك خطط بتوضع واجراءات بتتخذ، وان شاء الله نامل ان هم يوفقوا اخواننا الزملاء اللي بيتحملوا المسؤوليه في ان هم يحققوا النتيجه المرجوه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. يوميا بنسمع من خلال العمليات التي تقوم بها القوات المسلحه في سيناء بانه بيتم العثور على كميات من الاسلحه، ولكن التقارير الامنيه بتشير الى وجود اضعاف هذه الكميات بين ايدي مواطنين. مدى خطورة وجود السلاح في أيدي المواطنين، وكيف يمكن الحد من هذه الخطورة؟ هو احنا حقيقة احنا الفترة اللي فاتت احنا كان في كم سلاح دخل من شتى المصادر، وتم ضبط نسبة منه، والبعض طبعا تسرب إلى أيدي المواطنين أو إلى أيدي المنظمات الإرهابية، ويعني احنا حتى الان الحمد لله ما فيش في ارض على الواقع يعني ما يشير الى ان هذا السلاح بيستخدم الا في من بعض العناصر المتطرفه. المواطن العادي اذا كان لجا ان هو يبقى يحرز سلاح سواء كان بطريق رسمي او البعض بيلجا الى طريقه غير رسميه، يعني هو بيبقى نوع من التامين لانه كان مستشعر ان هناك نوع من الخلل في الامن. ودي فترة احنا كلنا استشعرناها، ولكن احنا بقالنا فترة الحمد لله الدولة بتتعافى، والقانون الحمد لله بيتم اقراره، ويوم بعد يوم المسألة بتبقى اكثر وضوحا،
واعتقد ان احنا ان شاء الله في القريب العاجل هنستعيد احساسنا بالامن، والمواطن مش هيبقى ما في حاجه الا ان هو هيستخدم السلاح اللي هو بيحوزه او بيحرزه حاليا. نعم. كانت هناك مبادره من وزير الداخليه للمواطنين انهم يسلموا السلاح بتاعهم. في رايك مدى تجاوب المواطنين مع هذه المبادره؟ يعني في ناس فعلا بتروح تسلم السلاح؟ هو اتمنى ان تكون هناك استجابه من المواطنين، لان هو السلاح لو بنتكلم يعني باسلوب مبسط اي مواطن بيبقى معاه سلاح بيديله نوع من الاحساس بالتفوق على من هو امامه، وده قد يؤدي به الى ان هو يتهور او يستخدمه في غير ما يجب. فطبعا احنا يعني احنا بنحاول ان نجنب المواطن ان هو يقع في تحت القانون، ومش معنى ان انا معايا سلاح او حتى لو كان هذا السلاح مرخص ولو انا استخدمته في غير محله ان ده هيعفيني من العقاب، بالعكس هأعاقب عادي جدا لان القانون بينظم هذا. يبقى النهارده السلاح اتمنى ان المواطنين يعني يحاولوا ان هم يحدوا من تواجده في ايديهم، لان هو قد يشكل خطوره عليهم هم نفسهم. وكثيرا ما كنا بنسمع ان يعني احد ابنائنا بيعبث بسلاح والده وممكن يصاب او لا قدر الله يحصل له اكثر من هذا. ان شاء الله هيبقى في استجابه، ومع استقرار الامور ومع زياده الاحساس بالامن هيبقى في استجابه ان شاء الله من المواطنين. ما هي الشروط والمعايير يا فندم اللي لاعطاء رخصه السلاح؟ مين اللي نديله رخصه السلاح؟ هو القانون الاصل بيدي الحق في لكل مواطن في ان هو يحرز سلاح للدفاع، ولكن زي ما قلت لحضرتك مش كلنا على نفس المستوى من الفهم والادراك. صحيح. يعني انا هذكر حضرتك واقعه طريفه جدا تعرضت ليها وانا ضابط في احد الاقسام. مواطن تقدم بترخيص باجراءات طلب ترخيص عشان يحصل على سلاح. فاحنا عاده من الاجراءات اللي احنا بنعملها ان احنا نسال هذا المواطن ونناقشه، انت عايزه ليه؟ هذا المواطن كان صاحب فرن. فطبعا انا استغربت قلت له انت حضرتك عايز السلاح ليه يعني؟ قال لي والله حضرتك اصل احنا احيانا واحنا بنشتغل بتلاقي فيه شويه شباب صغير بيجيبوا كوره ويقعدوا يلعبوا قدام الفرن، فانا بضرب طلقه في الهواء كده. قلت له شكرا اتفضل. طبعا ما كانش في مجال ان انا اوافق له لا من قريب ولا من بعيد على سبب لا يستحق بالظبط كده يا فندم. فهو الكثيرين من المواطنين ما بيدركوش خطوره السلاح في ايديهم، وهو يعني البعض فيما عدا منطقه الصعيد السلاح بالنسبه لهم بيشكل قيمه معينه، ولذلك هو حريص على اقتنائه، لان ده مرتبط بالعادات والتقاليد وده تاريخ طويل، وان شاء الله يعني على المستقبل ان احنا ممكن نغير من هذه العادات يعني. اجهزه الامن وجدت في ايدي مجموعه من العناصر التكفيريه من ضمن اللي لقيته يعني مع الاسلحه ومع المعامل لصناعه المتفجرات، وجدوا دليل جهاز الاداره العامه للمعلومات بجهاز مباحث امن الدوله. هذا الدليل بيحتوي على اسماء ضباط وارقام تليفوناتهم الخاصه بيهم والخاصه بالعمل ايضا، ومنهم الضابط الشهيد الله يرحمه محمد ابو شقر اللي استشهد في العريش. ايوه ايوه فندم. يعني ماذا يعني وجود هذا الدليل في ايدي هذه العناصر؟ هو حتى الان لم يصدر اي تعليق عن مدى صحه هذا الكلام. لا هذا الكلام مذكور على الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي للقوات المسلحه، يعني في من ضمن تمام البيانات. تمام. انا يعني انا لا انكر انها ضبطت نتائج العمليه، انا لا انكر انها ضبطت، ان ضبطت اوراق بتحمل اسماء والى اخره، بس مش معنى كده ان دي صادره من لا ده دليل رسمي، يعني هو بيدل على انه ربما يكون قد تم يعني نهبه من تسريبه، يعني تقصد نهبه من اجهزه من الاجهزه، يعني في كتير من مقرات حصل الدوله تم حصل الهجوم حصل عليها وتم اخذ اوراق وارد طبعا منها يعني. ده وارد فمن الوارد، ولكن يعني هذه العمليه ما ربطها بوجود هذا هذا الدليل يعني او هذا انا هقول لحضرتك يعني اتفضل. هو لو احنا رجعنا بالذاكره لاشهر قليله وصحيفه الحريه والعداله الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة اللي هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان كان بينشر فيها، وعلى مدار عدة أيام قد تصل إلى أكثر من أسبوعين، أسماء الضباط
ومن يدعوا انه قد تم تعذيبهم على ايدي هؤلاء الضباط. طبعا ده كان مؤشر خطير جدا على ان هي مساله انتقاميه، وان هم عايزين يعني بالنسبه للشرطه اللي هي تصدت ليهم ولا مخططاتهم في فتره سابقه، يعني عايزين يعني هم يعني يجيبوها يعني ارضها ارض. فهم طبعا اكيد هم بيحاولوا ولهم محاولات في اثبات وجودهم باي طريقه كان. هذا الموضوع حضرتك اشرت اليه ان في قد يكون حدث من خلال مهاجمه احد المواقع واقتحامها والى اخره، ولكن اعتقد ان احنا برضو ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا من الخطه البديله ان الكلام ده كله يتم تفاديه ان شاء الله باذن الله. نعم. مع عوده عدد كبير من ضباط امن الدوله السابقين الى جهاز الامن الوطني مره اخرى، كان تم الاعلان عن عوده 575 ضابط، يعني أيوة. هل ده يعني نقول انه الجهاز بصدد استعاده عافيته مره اخرى؟ اكيد يا فندم، اكيد اكيد ده اضافه، لان الاخوه الزملاء دول بيمثلوا خبرات تراكمت لديهم عبر سنوات طويله من العمل، وكان من الخطا ان احنا نستغني عنهم فجاه كده، لان ده يعني ان انا بجرد الوزاره او الدوله بصفه عامه من المعلومات، ولا يمكن ان في مجتمع على مستوى العالم اجمع ان هو يعيش بلا ذاكره. المعلومات دي بتخص كل شيء فيما يتعلق بمتابعه الانشطه، وخصوصا الانشطه الهدامه او التخريبيه. ده دوره الاساسي. فكون ان انا استأصل هذا الكم منه، يبقى انا بقلل من كفاءته ان ما كانش اكتر من هذا. فهم عودتهم ما فيش شك بتشكل اضافه، واضافه لها قيمتها، وده ان شاء الله اللي هيؤدي الى نجاحات في المستقبل القريب، وان احنا هنعاود احكام السيطره مره ثانيه على ما حدث في بلدنا خلال الفتره اللي فاتت. وحضرتك ما تنساش ان احنا الفتره اللي فاتت كان هناك تغييب متعمد للقانون، وكان في اتجاه واضح جدا لاحداث صدع في العلاقه ما بين الشرطه والشعب، في حين ان الشرطه اثبتت الحمد لله والشعب ادرك بعد فترة إن هما ده جزء منه، وإن دول أبنائه اللي هما تقدموا الصفوف لتحمل مسؤولية إقرار الأمن. فما فيش شك إن الحمد لله النهاردة الأمور اختلفت تماما، والصورة السيئة اللي حاولوا يروجوا ليها خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله انتهت، وإلى غير رجعة إن شاء الله بإذن الله. ونأمل إن شاء الله بإذن الله إن الإخوة اللي هما عادوا إلى استلام عملهم دول إن شاء الله يحققوا النجاحات المرجوة منهم إن شاء الله. يعني في الوقت اللي عودتهم طبعا بتمثل يعني اضافه وقوه للجهاز، الا انه المواطن حقيقي عنده تخوف من عوده الجهاز الى سابق ممارساته، تدخله في السياسه، تدخله في تعيينات وفي ترقيات وفي يعني في امور كتير يعني ما كانش يجب انه يتدخل فيها. انا هأسلم حضرتك بان كان هناك بعض التجاوزات عشان نبقى منصفين، ولكن اي تجاوز لا يؤدي بنا الى ان احنا نغفل الدور الهام الذي تؤديه اجهزه الشرطه بصفه عامه. اذا كان هناك اوجه سلبيه نعالجها، انما الايجابيات نعظمها وندعمها. ليه؟ لان الشرطه في اي مجتمع مش عندنا بس ليها دور اساسي في الحفاظ على امن البلد وامن المواطن، ومن غير شرطه اعتقد ان احنا كلنا عانينا وكلنا كنا مروعين في فتره من الفترات لما الشرطه توارت عن الساحه. فيعني الشرطه جهاز وطني بيقوم بدوره، هذا لا يمنع ان في بعض افراده قد يتجاوزوا او قد يرتكب ما قد يوقعه تحت اطار القانون، وهو هنا بقى زي اي مواطن محاسب، بل بالعكس ده بيحاسب من اكثر من جهه. وطبعا الكلام ده المواطن العادي ما بيستشعروش، لأن طبعا عملية المحاسبة داخل جهاز الشرطة بتتم من أكثر من جهة. وإحنا هقول لحضرتك إحنا بنحاسب على المسلك قبل العمل، مسلكه الشخصي وتصرفاته في وسط المجتمع بيحاسب عليه. الكلام ده ما بيعلنش للمواطن، وأنا برضو كجهاز أنا يهمني إن أنا أحافظ على هيبة الدولة، فكون إن ضابط الشرطة أو رجل القضاء أو ضابط قوات المسلحة لما بيرتكب جرم أنا احاول ان انا احاسبه ولكن دون اعلان، دي اعتقد ضروره بتقتضيها ظروف الحال.
وده ليس عيبا في النظام، لا ده هو موجود في في، انما لما تبقى الواقعه فجاه قوي خلاص بقى هو اللي جابه لنفسه بقى. ما فيش شك انه فرض حظر التجول كان ساهم في لحد كبير في الحد من اعمال عنف ربما تكون متوقعه، وايضا في الحد من الجرائم على تنوعها بمختلف انواعها يعني. ماذا بعد رفع الحظر؟ ويعني كيف تستعد وزاره الداخليه لفرض السيطره مره اخرى من غير حظر؟ وانا عايز يعني اطمئن المواطن بصفه عامه، اولا الحظر اعلن في اعتقد يوم 14/8 اللي هو كان إسر إعلان يعني حالة الطوارئ. نعم يعني إعلان حالة الطوارئ في أعقاب فض اعتصامات رابعة. نعم طبعا حالة الطوارئ لما أعلنت لم يستخدم منها أي بند صحيح حتى هذه اللحظة غير فيما عدا حظر التجول. وهو حظر التجول كان إجراء ضروري للحد من التحركات بصفة عامة والمواطنين برضو على أساس ان انا ادي الفرصه للاجهزه المعنيه ان هي تقوم بدورها بلا معوقات. احنا كلنا بنعاني طبعا من المشاكل المروريه، فمش متصور او ان انا النهارده عايز انتقل عشان اعمل انفذ مأمورية ما، او ان انا اروح عشان اواجه حدث ما، فيعني على الاقل بندي فرصه للاجهزه المعنيه ان هي تبقى عندها حريه حركه وفي نفس الوقت تستطيع ان هي ترتب امورها بحيث تواجه ما كان متوقعا، لان كان من المتوقع عقب فض التجمعات المسلحه اللي كانت موجوده في رابعه او في النهضه كان متوقعا ان تكون هناك ردود افعال، وردود افعال فيها عنيفه، وحدث ما توقعناه بالفعل وما زلنا بنعاني منها حتى الان وان كان في الاتجاه الى الانحصار. فالتوقعات طبعا كانت سليمه والحمد لله تمكنا من مواجهتها، وإن شاء الله نأمل في القريب العاجل إن هي هتنتهي إن شاء الله. متى يمكن القول بأن الشرطة المصرية استعادت عافيتها مرة أخرى؟ أنا أستطيع القول وبلا أي مبالغة إن الشرطة استعادت جزء كبير من عافيتها يوم 30/6 عندما تم تصحيح الصورة لدى المواطن، والشعب بأكمله هو احتضن جهاز الشرطة واحتضن القوات المسلحة وأصبح هو الداعم للاثنين، وأصبحت القوات المسلحة نفذت وإرادة الشعب وتأكد أن هناك جزء من أبناء هذا الشعب بيتحملوا مسؤولية إقرار الأمن. أنا أزعم وأعتقد أن أنا يعني قد أكون مصيبة إدارة كبيرة في هذا، أن اعتبارا من يوم 30/6 الشرطة ساعدت كثير من عافيتها. الأحداث التالية حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي بتؤكد أن الشرطة يوما بعد يوم قدرتها بتزيد، وقدرتها على المواجهة وقدرتها على الضبط وقدرتها على المواجهة إن شاء الله هستمر في التصاعد إلى أن تستقر الأمور تماما. ولكن ما زالت قوات الجيش موجودة في الداخل بتساهم بشكل كبير في تأمين البلاد. ما كنا نواجهه أستاذ مدحت كان مؤامرة كبرى، وأطراف هذه المؤامرة حتى اللحظة اللي احنا فيها دي لسه ما رفعوش الرايه البيضاء، وإن كانوا يعني بيوحوا ان هم يعني، ولكن لا لابد ان نكون يقظين ولابد ان ندرك ابعاد المؤامره. حضرتك تابعت واعتقد برضو الاخوه المشاهدين تابعوا ما دار خلال الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا من التصريحات التي ادلى بها رئيس الاركان الامريكي الاسبق مصرح فيها صراحه، قال ان التحرك اللي قامت به القوات المسلحه انقذ مصر من مؤامره كبرى بين الإخوان والإدارة الأمريكية وغيره. وما قد يتكشف عنه الأيام في القريب قد يكون أعمق من هذا. بعد أيام قليلة هتكون ذكرى محمد محمود، وهذه الذكرى يعني بتحمل معاني سيئة الحقيقة لجهاز الشرطة وزارة الداخلية. يعني ماذا تتوقع في هذا اليوم بالرغم من أنه في هذا اليوم هتقام مباراة مصر وغانا، يعني يعني ما هو متوقع لهذا اليوم؟ والله انا ان شاء الله احنا نتمنى ان احنا بنعتمد على حسن تقدير الشعب بالامور. ما حدث خلال الفتره اللي فاتت كان بيتم بفعل ما اصطلح على تسميته بالطرف الثالث او اللهو الخافي. اعتقد ان احنا حاليا كلنا عندنا قناعه من هو الطرف الثالث ومن هو اللهو الخفي.
احنا كنا عايشين في اكذوبه كبرى ان هناك طرف ثالث بيخطط وان 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 وان، ولكن ما حدث وبالتحديد اعتبارا من 12/10/2012 لما جماعات من هذه الجماعه المتطرفه راحوا هاجموا المتظاهرين السلميين اللي كانوا متواجدين داخل ميدان التحرير، افصحوا عن نفسهم وسقطت كافه الاقنعه وتعرف من هو الطرف التالي. وما حدث في ميدان التحرير مرورا بقى باحداث ماسبيرو، ده في رايي الشخصي ويعني انا مقتنع بهذا تماما، ان ما حدث في كل هذا كانت وراءه هذه الجماعه الارهابيه بقصد اشاعه الفوضى وبقصد السيطره على الامور، لان هي في الظروف في ظل الظروف العاديه لن تستطيع ان تسيطر على الشعب المصري. وبرغم ان هي كانت في سده الحكم خلال عام كامل وقبل كده كان هم برضو المسيطرين، الا ان الشعب لما تاكد لدى الغالبيه منه ان هذه الجماعه يعني لا هم لها الا صالحها وصالح الجماعه، الشعب خرج في طريقه غير مسبوقه واعلن ارادته وفرضها على القوات المسلحه وفرضها على جهاز الشرطه، والكل حاليا ملتحم وما زلنا في المعركه وهتستمر الفتره. ولكن ما زالت هناك مشاكل مع شباب الالتراس، في مشاكل كبيره لجهاز الشرطه. اتحرك اثرت نقطه هتكلم فيها، تاذن لي باستفاضه شويه. شباب الالتراس دول هم ابنائنا وهم بدايتهم كانت ان هم بيشجعوا نادي ما ايا كان. نعم. وهم كان ليهم مظهر احنا كلنا كنا يعني مستحسنينه، مظهر نظامي بيعبروا فيه عن تشجيعهم لناديهم. ولكن تشجيعك لناديك لا يعطيك الحق اطلاقا في انك انت تتجمهر او انك انت تعمل اعمال شغب او انك انت تحاول ان تفرض ارادتك على الدولة اطلاقا. هو برضو عشان اكون منصف، احتمال ان الظروف اللي مرت بمشجعي النادي الاهلي تحديدا واعني بها واقعه مذبحه بورسعيد، اعتقد ان دي كان ليها تاثير الى حد ما في سلوكيات هذه المجموعه من الشباب. يعني اسمح لنا سياده اللواء، هنستكمل يعني كلام حضرتك ولكن بعد ان نتحول الى مراسلنا حذيفه صديق من محيط رابعه العدوية، معنا على الهاتف يطلعنا على آخر التطورات هناك. أهلا بك حذيفة. مرحبا بك محمد. كما ذكرت أن التحالف الوطني للمحمي الشرعية قد دعا إلى مظاهرات اليوم تحت عنوان نساء خط أحمر، اتجهت مسيرات خرجت مسيرات من مساجد مدينة نصر، اتجهت نحو ميدان رابعة العدوية. هم انصرفوا منذ قليل، يعني منذ دقائق قليلة قد قاموا بالانصراف من محيط ميدان رابعة العدوية. الأمن هنا في يعني الوضع الامني هنا في حاله من الاستقرار، الوضع الجيد. قامت قوات الجيش والشرطه بعمل سياج لمنع دخول اي احد داخل الميدان. نعم. هل كانت هناك محاولات حذيفه لهذه المسيرات الوصول الى ميدان رابعه؟ نعم، احنا تحدثنا منذ قليل مع الاشخاص المسؤولين عن تامين الميدان، قالوا ان كانت هناك محاوله للدخول الى الميدان ولكن هم قاموا بوضع حاجة أمني أو سياج أمني لمنعهم من الدخول مرة أخرى. يعني كما تسمع، إذا كنت تسمعني الآن، يعني هناك حالة من التأهب في المكان والاستعداد لأي شيء. ولكن يعني لم تحدث أي مناوشات جراء هذه المحاولات للوصول للميدان. كما تحدثنا مع المسؤول الامني هنا ذكر انه لم يحدث اي مشادات او اي تراشق بالحجاره او اي شيء، هم قالوا انهم وقفوا على عند هذا السياج وقد حاولوا يعني حاولوا الدخول لكنهم لم يستطيعوا فانصرفوا مره اخرى. نعم، اشكرك شكرا جزيلا حذيفه صديق، كنت معنا من محيط رابعه العدويه. تفضل يا فندم. هو تعليقا على رابعه، هم طبعا هم بيحاولوا ان هم يعني يصلوا الى روعه او يصلوا الى النهضه، يعني اعتقادا منهم ان هي بتمثل نوع من الرمزيه ليهم. هم طبعا ان شاء الله مش هيتمكنوا، ان هو عددهم اقل من ان هم يعني يتمكنوا من هذا، ولكن هو ده بيبقى في اطار اللي احنا قلنا عليه من شويه ان هم عايزين يعملوا دايما يعني يظل الامور ساخنه عشان يتم استغلالها على المستوى الخارجي، لان هم عندهم امل حتى اللحظه دي ان الامور خارجيا يعني يبقى فيها نظره اخرى او يبقى في بالنسبه لهم ملحق يعني لاعاده النظر في شانهم. يعني تاذن لي ان انا اعود الى موضوع الالترس. نعم، في عجاله ارجوك. تحت امرك يا فندم. حاضر.
الالترس المشكله الاخرانيه اللي احنا بصددها اللي هم راحوا فيها المطار. عند المطار وحصل نوع من التخريب وحصل نوع من طب انت راجل رايح لتستقبل فريق قومي طيب ما تستقبله ايه المشكله؟ ما فيش اي غضاضة انك انت تستقبله وعبر عن رايك بطريقه مهذبه وفي اطار انما انك انت تصل الى حد تخريب طب ما هو وضع التخريب ده هو الموضوع يا فندم في حاجه انه في مشكله حقيقيه ما بين الالترس والبدله الميري هم بيشوفوا يعني رجال الامن بيحصل لهم حاجه يعني فاللي هو الفكره انه كيف يمكن استيعاب هؤلاء الشباب يعني بحيث ان هم يلتزموا بسلوك محترم بسلوك قويم اعتقد ان هو من الممكن ان احنا يبقى في لقاءات معاهم يبقى في فرصه لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئه عندهم لان هم اكيد في اسرهم ناس تنتمي الى جهاز الشرطه ويعني يبقى جاهز ابن عمه ابن اخوه قريبه صاحبه جاره فيعني ما فيش عداوه ما بين شاب الالترس وما بين ضابط الشرطه او رجل الشرطه بصفه عام ما فيش اي وجه للعداوه ولكن دعنا نذكر ان تم استغلال هذه التجمعات وتوجيهها برضو في اتجاه معين بشكل عام الامور في مصر تسير الى الافضل كلنا ملاحظين ولكن نريد تطمين اخير من حضرتك لا هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت هو الامور في طريقها الى التحسن والاستقرار وان شاء الله نامل ان هذا الكلام يتم بصوره اسرع مما هو يجري حاليا بس ده هيعود برضو الى ان تاذن لي برضو نقول ملحوظه اخيره الحكومه لابد ان تكون اكثر حزما ولا اعني بذلك وزاره القوات المسلحه والشرطه هم بيقوموا دورهم على اكمل وجه انما باقي الاجهزه الحكوميه اعتقد في يعني بعض نتمنى ان يؤدي كل ما عليه دور نتمنى هذا يا فندم اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء حمدي سرحان مساعد وزير الداخليه الاسبق الى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم الى نهايه هذه المتابعه الاخباريه نترككم مع هذه المشاهد من مختلف الميادين ونراكم على خير ان شاء الله الى اللقاء We'll be right back.